مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج ما وراء الحدث الذي نخصصه اليوم لخلفيات القرار الاحادي الجانب للسلطات الجزائريه بقطع العلاقات الدبلوماسيه مع المغرب ودلالات الذرائع المقدمه لتبرير هذا القرار وتفاعلاته. للحديث بشان هذا الموضوع يسرنا ان نستضيف كلا من الدكتور عبد الرحيم من منار السليمي رئيس المركز الاطلسي للدراسات الاستراتيجيه والتحليل الامني. دكتور منار السليمي اهلا بك. لا شك سيسمعنا في سياق هذا الحوار. نرحب أيضا بالدكتور أحمد نور الدين الباحث في القضايا الدولية المتخصص في شؤون شمال إفريقيا. أهلا بك دكتور أحمد نور الدين. أهلا وسهلا بكم وبالضيوف الكرام وبالمشاهدين الذين يتابعوننا. ألف مرحبا. نرحب أيضا بالدكتور إدريس الجريني مدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات بجامعة القاضي عياض وأستاذ العلاقات الدولية بهذه الجامعة. أهلا بكم أستاذ إدريس الجريني. أهلا وسهلا. إذن أبدأ معكم أستاذ إدريس الجريني، ما هي في الواقع الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا القرار الأحادي للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات مع دولة جار هي المغرب؟ إذا استحضرنا طبعا القرار من حيث أولا المبررات التي سيقت وكذلك من حيث الظرفية التي جاء فيها، حقيقة يمكننا أن نستشف على أن ثمة أسباب أخرى غير معلنة. فبطبيعة الحال الأسباب التي ذكرت أو يعني المبررات كلها وهي غير مقبولة بالنظر لاعتبارات عدة. طبعا المغرب ظل دائما يمد يده إلى الجارة الشرقية، بالنظر كذلك إلى أن السياسة الخارجية المغربية على المستوى الرسمي هي سياسة خارجية واضحة، وليست فقط في الآونة الأخيرة بل منذ يعني في السنوات الأخيرة كانت الخطب الملكية كلها دعوات إلى فتح الحدود، دعوات إلى تعزيز البناء المغاربي، دعوات إلى كسب رهانات التنسيق والتعاون الاقتصادي والتجاري ومواجهة تحديات مشتركة. في المقابل كذلك الذرائع الأخرى المرتبطة بالحرائق وغيرها، أعتقد بأنها ذرائع كذلك غير مقبولة، بحيث أن الحرائق طبعا زاد يعني انتشرت في مختلف دول العالم، والكل كان يتحدث عن ارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة إلى غير ذلك من الأسباب الأخرى. وأيضا حتى عندما نتحدث عن السبب الآخر المرتبط بالتحرير ضد الجزائر، فالخطاب الملكي كان واضحا، وهو طبعا يفند كل المزاعم، بحيث كانت هناك إشارة واضحة إلى أن المغرب لا يمكنه أن يسيء للجزائر، والمغرب واع بأن استقراره طبعا مرتبط ويفترض كذلك استحضار الاستقرار في المحيط، وهذه طبعا رؤية تستحضر مستقبل المنطقة. من ناحية الأخرى طبعا إذا استحضرنا كذلك الظرفية التي جاء فيها القرار، ظرفية على المستوى الإقليمي، هناك الأزمة التي تعيشها ليبيا، هناك الوضع يعني نوعا ما المأزوم في تونس، هناك كذلك تحديات في منطقة الساحل، إلى غير ذلك من الإشكالات التي تبرز بأن القرار لم يكن مقبولا لا من الناحية الاستراتيجية ولا من الناحية الاجتماعية أيضا. علاوة على ذلك يمكن، وهذا هو الأساسي، نستحضر الظروف الداخلية التي باتت تعيشها الجزائر في الآونة الأخيرة. طبعا إلى جانب الحرائق هناك كذلك حراك مستمر، هناك كذلك تساؤلات داخل المجتمع بصدد مجموعة من الإشكالات، سوء تدبير جائحة كورونا، إشكالات اجتماعية، وأعتقد بأن الأمر يتعلق بمحاولة تصدير الأزمات أو ما نسميه في علم العلاقات بالإدارة بالأزمة، أي محاولة التنفيس عندما لا يجد صانع القرار إجابة شافية عن الإشكالات التي تواجهه ولا يجد طبعا إجابات موضوعية، فهو طبعا وهذا عهدناه في كثير من النظم بين قوسين الشمولية التي لا تعطي إجابات شافية بخصوص، فتقفز وتهرب إلى الأمام واضح. من خلال افتعالات أو افتعال أزمات وهمية. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد نور الدين. المراقبون للعلاقات المغربية الجزائرية طيلة الفترة الأخيرة كانوا يسجلون محاولات الجر إلى التصعيد من طرف الجزائر
والتي تواصلت انتهاء بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية، وبالموازاة مع هذا النهج كان هناك هذا النهج المغربي الذي كان يمد اليد ويدعو إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، كان يريد أيضا أن يمد العون، كانت الطائرات المغربية الخاصة بالإطفاء جاهزة للانطلاق من أجل المساعدة على إطفاء الحرائق. بعد ذلك جاءت هذه الاتهامات المثيرة في الواقع للسخرية بكون المغرب أيضا يتسبب في الحرائق. بي بي سي الدولية قالت بأن هذه الاتهامات والذرائع لا تأخذ بعين الاعتبار أيضا موجة الحرائق في عموم المنطقة. برأيك هذا التوازي في نهجين متناقضين كيف تفسره أنت؟ التفسير يحتمل طبعا عدة تفسيرات، يعني على الأقل بالنسبة لي الآن في الحيز الزمني يمكن أن أعطي تفسيرين. تفسير يتعلق بمنظور استراتيجي وجيوسياسي للمغرب، ويمكن أن نستشف هذا المنظور من خلال الخطاب الملكي سواء الأخير في عيد العرش الذي تحدث في إحدى الفقرات على أن المغرب يتعرض على غرار الاتحاد بعض دول الاتحاد المغاربي لمؤامرة من الخارج، وربما من وراء هذه المؤامرة بعض حتى القوى الأوروبية أو الغربية لنقل بصفة عامة، التي مع الأسف دائما في نفس الفقرة في الخطاب يعني لديها أو تنظر إلى هذه المنطقة من منظور فقط الدفاع عن مصالحها الضيقة الاقتصادية. هذه الفقرة في الخطاب الملكي لم أذكرها طبعا حرفيا، إذا شئتم يمكن أن أقرأها، الفقرة أمامي، يمكن أن نضيف إليها فقرة أخطر منها بكثير وأوضح إذا شئنا أن نقول ليس أخطر وإنما أوضح، هي كانت وردت في الخطاب الملكي في أبريل 16 أبريل على ما أظن 16 أبريل 2016 في القمة المغربية الخليجية، والتي تتحدث أيضا عن مؤامرة، ويمكن أن أسرد حتى لا يعني نخطئ في السرد. إن المخططات العدوانية التي تستهدف المس باستقرارنا متواصلة ولن تتوقف، فبعد تمزيق وتدمير عدد من دول المشرق العربي ها هي اليوم تستهدف غربه، وآخرها المناورات التي تحاك ضد الوحدة الترابية للمغرب. طبعا إذا جمعنا بين الفقرتين فهناك مؤامرة، يعني أكيد أن رئيس الدولة تتوفر لديه من المعطيات أو تتقاطع عنده من المعطيات الاستخباراتية والمعطيات الاقتصادية والمعطيات السياسية والمعطيات الاستراتيجية والمعطيات العسكرية، بالإضافة إلى المعطيات التي يستقيها مباشرة من أصدقاء المغرب ومن رؤساء الدول الصديقة للمغرب. إذن هاتان الفقرتان أكيد أن النظام الجزائري نظراً لمحدودية بعد نظره، لأنه كما كان يقول تشرشل حتى الأمور العسكرية لا يجب أن تسلم للجيش للجنرالات، لأن قال تشرشل في كلمته المشهورة بأن الحرب من الخطورة بمكان، بحيث لا يمكن أن نسلم أمرها للعسكريين، العسكريون كل همهم في بنادقهم وفي جنازرهم. الفقرتان لو كانت هناك جهات معينة يعني تدرس هذه الخطابات الملكية، أو على الأقل لو استأجرت الجزائر من الخبراء الاستراتيجيين على المستوى العالمي من يقرأ لها فقط هاتين الفقرتين، لكان رد الفعل الجزائري غير الذي نراه، لأن هناك مخاطر حقيقية تتهدد البلدين، ورأينا ربما يمكن أن نشير إلى بعض منها فقط. التقرير الصادر في ألمانيا بطلب من الحكومة الألمانية من مؤسسة للدراسات الاستراتيجية لا يمكن أن نتهمها في جديتها ولا في عمقها، يعني من بين توصياتها تحاول أن يحاول عرقلة عجلة التنمية في المغرب حتى لا يسبق جيرانه في الاتحاد المغاربي. يعني هذا فقط جزء من هذه المؤامرات التي يمكن أن نتحدث عنها، وبالتالي المغرب حينما ينظر إلى الجزائر ينظر إليها بالعمق الاستراتيجي، وكما وصفها الملك في الخطاب نفسه على أن المغرب والجزائر توأمان وأن ما يمس أمنهم يمس أمننا. وباختصار الملكيات تنظر بنفس استراتيجي لا يقل عن 100 سنة، ولا تنظر إلى هذه المماحكات لبعض الحكومات أو بعض الجنرالات الذين سيقضون يعني فترة زمنية ثم إما يفرون إلى أوروبا بالملايير من الدولارات أو أنهم سيتوفون في بلدانهم، ولكن بغير منظور استراتيجي. يعني هذا من ناحية المغرب. أما من ناحية الجزائر فما تفضل به الأستاذ الجريني من محاولة تصدير الأزمة وإيجاد عدو خارجي لتوحيد الصف الداخلي أمام فشل النظام
في حل أي من الأزمات الاقتصادية والمالية والسيولة والأزمة الأمنية طيب. الخطيرة التي فيها صراع أجنحة ما بين الجنرالات وهروب قائد الدرك الوطني الجزائري بتهمة الخيانة العظمى إلى إسبانيا ووجود 31 جنرالا خلف القضبان وما يستتبعه ذلك من صراع أتباعهم وشبكاتهم شبكات علاقاتهم داخل الجيش بالإضافة إلى الإهتراء حتى داخل المؤسسة العسكرية. إذن أمام هذه الأزمات المركبة التي لم يجد لها أقطاب النظام أي حل، لم يبقى أمامهم من طوق للنجاة إلا التشبث في آخر نظريات. سنأتي إلى أيضا مسألة وهي نظرية تصدير العدو الخارجي. تصدير الأزمة. شكرا لك دكتور أحمد نور الدين. دكتور منار سليمي، البعض يقول بأنه حتى ذلك الأثر أو الاهتمام الدولي الذي كان النظام الجزائري يمني به النفس من خلال قطع العلاقات مع المغرب لم ينل، كل ردود الفعل كانت تعبر عن الأسف لهذا القرار بما هو أيضا تقييم سلبي للمجتمع الدولي لهذا القرار وأيضا بما هو عدم اقتناع بالذرائع المقدمة. ما هي الأسباب الحقيقية؟ أعتقد اليوم بعد كل ما كتب وكل التقارير التي خرجت نجد أننا أمام أربعة أسباب تشرح هذا القرار الذي أقدم عليه النظام العسكري الجزائري. أولا هناك عقيدة النظام العسكري الجزائري منذ أن ولدت الجزائر بمرسوم فرنسي معروف، هذه المسألة كلما ارتفعت الأزمة الداخلية يبحثون عن عدو خارجي وعدو داخلي، هذا في مسار الجزائر منذ البداية، يتغير العدو الداخلي ولكن العدو الخارجي ظل دائما هو المغرب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهو من سمع جيدا بيان العمامرة الذي هو بيان النظام العسكري سيجد بأنه عاد 58 سنة إلى الوراء. ما معنى هذا؟ معناه أن هناك شعور بالفشل في بناء ما نسميه بدولة جزائرية، هم يشعرون بأنهم فشلوا في ذلك، لهذا فهم وضعوا أجندة لمهاجمة النموذج المغربي ورموز النموذج المغربي. يجب أن ننتبه إلى هذه المسألة جيدا. المسألة الثالثة وهو اليأس الذي تسرب إلى القادة العسكريين بعد محاولة القرقرات التي فشلت، ثم ما جاء بعدها الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية وأمور أخرى كلهم جعلتهم يشعرون باليأس. والدليل على ذلك من يعود مثلا إلى مداخلة ميموني هذه التي أثارت نقاش الممثل الجزائر في الأمم المتحدة سيجد بأنه يعود منذ البداية، يعود إلى سنة 1975 وقبلها. أيضا هناك السبب الرابع لا يتحدث عنه الكثيرون وهو أنه ثبت بأن هناك تحريض إيراني لقادة الجزائر على قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. هذه المسألة لا يتحدث عنها الكثير ولكن هنا أعطي بعض الحجج. الحجة الأولى وهو من يعود ويقرأ وثيقة كتبها محمد صادق حسيني، هذا مقرب من المرشد، كتبها في 24/12/2020 سيجد بأنها حرفيا وكأنها البيان الذي تلاه العمامرة بإضافات معينة. ما معنى هذا؟ معناه أن إيران هنا وجدت فرصة وبدأت تتحدث على أن القادة الجزائريين بأن هناك محاولة تطويق وغيرها وزعت كل هذه المسائل وحرضتها على قطع هذه العلاقات. والدليل على ذلك وهو أن الدولة الوحيدة التي أيدت النظام العسكري في قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب هي إيران، هذا واضح اليوم. إذن هذه الأسباب الرئيسية وكل ما جاء به العمامرة هو عبارة عن مجموعة من الأساطير المفبركة. دليل على ذلك اليوم وهو حتى اتهام مثلا الماك واتهام رشاد وعلاقات المغرب، خرج زعيم الماك فرحات مهني يتحدى الجنرالات، تحدي خطير أمام المجتمع الدولي. أيضا نفس الشيء قامت به رشاد، واليوم لا أحد يصدق طيب. الأسطورة الجزائرية، الكل هناك من يعتبرها مضحكة، ووقت ستدخل هذا النظام أكثر في الأزمة لأن اليوم الجزائريين يقولون
دعنا من هذه المسألة، نريد أن نرى ما يحدث داخليا بما على المستوى الداخلي. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحيم منار السليمي. دكتور أحمد نور الدين، عطفا على ما قاله دكتور منار السليمي، هذا الموقف الأخير والقرار الأخير للسلطات الجزائرية شكل حسب العديد من القراءات انكشاف غير مسبوق لتناقضات الموقف الجزائري، لا سيما فيما يتعلق بدعم الانفصالية في الجزائر والذي تم بناء الموقف عليه بناء على تصريح عابر في الوقت الذي قادت التنظيمات التي تحدثت عنها الجزائر الماك ورشاد ينشطون بكامل الحرية والأريحية في باريس، لندن، كندا وعدد من العواصم الأخرى، والعلاقات طبيعية لم تتأثر ولم تتغير لا قبل الحرائق ولا بعد الحرائق. نعم، هذا من أولا يعني يوضح على أن مثل ما تفضل الأستاذ منار على أن يعني عقيدة النظام الجزائري هي عقيدة العداء للمغرب، وبالتالي كل التركيز يتم على المغرب وكل خطواتهم تكشف هذه الحقيقة التي يحاولون التهرب منها. هذا من ناحية. أما من ناحية أخرى فيعني هذه الازدواجية في الموقف الجزائري والتي يمكن أن نسرد فقط يعني منذ هذا البيان الأخير بيان 24 غشت إلى الآن، يعني العشرات من الأمثلة التي تظهر إما جبن الجزائر في تسمية الجهات المعنية بما تتهم به المغرب، أو أنها يعني تتحاشى الدخول معهم، أو أنها يعني تتناقض مع نفسها. تفضلت بمثال مثلا فرنسا والتي تحتضن معظم قيادات الماك، ويعني في على الأقل في الشهرين الأخيرين شبه أسبوعيا تنظم مظاهرات في الساحات الكبرى لباريس، ساحة الجمهورية وساحة لاباسي أو ساحة فوندوم، تنظم فيها تظاهرات حاشدة لأنصار الماك. فرانس 24 وهي يعني أداة إعلامية تابعة لوزارة الخارجية الفرنسية تستضيف بكل أريحية رئيس الماك بصفته، وليس فقط كناشط وإنما بصفته رئيسا للحركة المطالبة باستقلال القبائل. ورغم ذلك رأينا في هذه السلسلة من الأحداث التي أدت التصعيدية والجزائر لم تسحب السفير ولم تقطع العلاقات مع فرنسا، لم تسحب سفير من فرنسا ولم تقطع علاقات، بل الأدهى من ذلك أنه يعني في هذه السلسلة التصعيدية ضد المغرب بدأت مع إذا تذكرتم طبعا لا يمكن أن نحصر متى بدأت في التاريخ مثل ما تفضل الأساتذة منذ بداية استقلال الجزائر، ولكن نحن نتحدث عن الأزمة الحالية، إذا شئنا أن نحصرها فقد بدأت مع أو بداية التصعيد بدأ في يونيو بعد يعني الاستجواب أو الاستجواب الذي أعطاه لمجلة لوبوان الرئيس تبون. في نفس الاستجواب نجده أطلق تهديدات تجاه المغرب، بينما أطلق تقريبا يعني قصائد شعرية يتغزل في العلاقات مع الفرنسية الجزائرية وعلاقاته مع الرئيس الفرنسي، علما أن فرنسا هي التي كانت تحتل الجزائر 130 سنة، أن فرنسا هي التي كانت تستغل ثروات الجزائر، أن فرنسا هي التي كما يزعم الجزائريون، لأن هذه النقطة أيضا خلافية لدى المؤرخين والأكاديميين بما فيهم الجزائريين حول المليون ونصف مليون شهيد، يعني حسب الرواية الرسمية الجزائرية فرنسا هي التي قتلت منهم مليون ونصف مليون شهيد، ومع ذلك يعتبرها حليفا استراتيجيا وهناك شراكة استراتيجية بينهم، بينما المغرب الذي دعم الجزائر على طول التاريخ إما في الفترات يعني قبل الاستعمار الفرنسي للجزائر أو إبان دخول الاستعمار الفرنسي منذ ثورة يعني الثورة التي قادها الأمير عبد القادر، ومعروف أن دخول المغرب في معركة إيسلي عبد القادر في معركة إيسلي هو الذي أدى إلى اتفاقية اللامغنية 1849 والتي كانت سبب في اقتطاع مليون كيلومتر مربع من الأراضي المغربية في الصحراء الشرقية المحتلة، أو وصولا إلى جميع يعني أنواع الدعم التي تلقتها الثورة الجزائرية واحتضانها للقيادات على الأقل لثلاث رؤساء الذين سيصبحون أعداء المغرب، وأقصد بهم بومدين وبن بلة وبوتفليقة، الذين منهم من ولد في المغرب مثل بوتفليقة، ومنهم من ترعرع وعاش ودرس في المغرب مثل الرئيسين الآخرين. إذن الجزائر يعني تصر على المغازلة المستعمر والذي قتل فيها، بينما توجه مدفعيتها في هذا السياق أيضا
دكتور أحمد نور الدين، نواصل في هذا السياق أيضا. دكتور عبد الرحيم منار السليمي، لو فيغارو نيوز الفرنسية استنادا إلى مصدر حكومي قالت ردا على بعض المطالب الجزائرية بتسليم الزعيم الماك بأن ذلك مرفوض شكلا ومضمونا، وهو كذلك كان الأمر منذ في الماضي، وهو تأكيد أيضا للموقف الفرنسي الذي يحتضن حركة الماك في باريس في التراب الفرنسي كله. زعامتها تسرح وتمرح في فرنسا، لكن ليس هناك موقف دبلوماسي جزائري يوازي ما اتخذته الجزائر تجاه المغرب. أولا، لما خرج وكيل الجمهورية الجزائري منذ أيام وخرجت معه هذه الدعاية بأن الجزائر ستطالب بفرحات مهني وستطالب أيضا بمعارضين آخرين موجودين في أوروبا، وصفته لوفيغارو وغيرها بأن هذا المطلب هو مطلب مضحك، بل أكثر من ذلك اعتبروا بأن هناك هذا المكلف بالمخابرات العسكرية الخارجية الذي هو نور الدين مغري المسمى بمحفوظ، بأنه يعود إلى سنوات، يفكر في سنوات الحرب الباردة، عقلية قديمة جدا لما يطرح مثل هذه المطالب. هنا فقط أوضح، أخذ في البداية رشاد لا يعرفه الكثيرين بأن هذه الحركة هي محتضنة من طرف بريطانيا. إذا لماذا لا يستطيعون مثلا مخاطبة بريطانيا مباشرة؟ من زار لندن ويعرف القيادات، قيادة رشاد، سيجد بأنها مؤطرة ومجهزة ولها قنوات إعلامية وتتواصل بكل حرية داخل بريطانيا. إذا لماذا لم يستطيعوا التوجه إلى بريطانيا أو المطالبة مثلا بكريم مولاي، هذا الذي قدم شهادات حول أطلس أسني وشهادات حول جرائم خالد نزار وجرائم توفيق مديان في العشرية السوداء؟ قضية الماك هنا أقف عند النقطة، لما خرج منذ يومين فرحات مهني وتحدى، يقول، قال بالحرف بأنني أنا، يتحدث عن نفسه، كيف يمكن أن أتهم بالإرهاب وأنا في سن 70 سنة، وصلت النضج والحكمة، ويقول أطالب بتحقيق دولي بلجنة دولية، وإذا ثبت بأنه، يقول مهني، بأنه إذا ثبت أنه قام بعملية إشعال الحرائق فإنه هو سيسلم نفسه إلى السلطات الجزائرية، ولكن قال أيضا إذا لم تثبت هذه المسألة علينا تنظيم استفتاء في منطقة القبائل. إذا لاحظ هذا النوع من التحدي. إذا الماك معروفة وزعيمها معروف وموجود في فرنسا، ولا أعتقد بأن هذا المطلب لا يمكن، بمعنى لن يقبله أحد، والجزائريين يعرفون هذه المسألة جيدا. لماذا؟ لأن كل ما قيل من أساطير ليس صحيح. هنا أوضح، أعطي واحد الفكرة، وهي قضية الحرائق التي اتهم بها زعيم الماك وأيضا اتهموا بها المغرب، على الكثير من الأشخاص أن يعودوا إلى الصفحة 110 من كتاب حبيب سويدية. ففي كتابه يقول بالحرف بأنه في سنة 1993 وهو كان ضابط ويشتغل تحت رئاسة أنذاك شنقريحة وعبد العزيز مجاهد، يقول بأننا وصلنا في صيف إلى منطقة القبائل، وأمرنا سعيد شنقريحة بإشعال النار، بمعنى الحرائق، في الغابات. هذه المسألة موجودة وهذه الوثائق هي موثقة، والكثير كان يقول بأن أحد الأوراق التي ستستعمل هي حرق منطقة القبائل. إذا قضية الماك وقضية رشاد أعتقد بأنها عدو آخر داخلي يستعمله الجنرالات اليوم، ولكن الجزائريين يعرفون جيدا المسألة، لأنه أخطاء أخرى وقع في الجنرالات لما اتهموا منطقة القبائل كلها بأنها إرهابيين بين مزدوجتين. هم استعملوا هذه المسألة، وهذا أعتقد بأنه حيف واتهام في منطقة القبائل. واضح، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحيم منار السليمي. أتمنى أن الأستاذ دريس الجريني قد انضم إلينا من جديد صوتا وصورة. أستاذ دريس الجريني، البعض يقرأ في المواقف الدولية نوع من التقييم السلبي لاستمرار نفس السردية الجزائرية تجاه المغرب، ونوع من التأفف
من إعادة تصدير بشكل دائم هذه الأزمة الداخلية باتجاه الجوار باتجاه المغرب. برأيك هل أثبتت هذا القرار؟ هل أثبت أن المجتمع الدولي لا يمكن التعويل عليه بالنسبة للجزائر في افتعال والتصعيد تجاه المغرب؟ هو أولا لاحظنا على أن المجتمع الدولي وكذلك مجموعة من الدول العربية يعني دعت في وقت يعني قياسي إلى تجاوز الأزمة ودعت إلى حل المشاكل الخلافية بصورة ودية، وأعتقد بأن في ذلك رسالة إلى السلطات الجزائرية في أنها كانت خاطئة، بل وأنها بقرارها ارتكبت حقيقة مغامرة ومجازفة غير محسوبة يعني غير محسوبة، باعتبار أن هذا الأسلوب الذي تحدثت عنه الذي يقوم على الهروب إلى الأمام من خلال افتعال هذه الأزمات هو غالبا ما يزج بالمنطقة في متاهات من الصراعات، ويمكننا أن نستحضر هنا مجموعة من القرارات التي اتخذت في سنوات سابقة في العراق وفي ليبيا وغيرها، في سنوات سابقة قد هللت لها بعض الأطراف في حينها ولكن تبين على أنها لم تكن يعني ذات بعد استراتيجي، ربما دبرت بها بعض الإشكالات الآنية أو بعض الأزمات الآنية، ولكن على المستوى البعيد أو على المستوى الاستراتيجي تبين على أن هذه القرارات كانت بمثابة مغامرة حقيقة كان لها ما لها، ليس فقط على مستوى هذه البلدان ولكن على المستوى الإقليمي والدولي. ولذلك اليوم نرى على أن لا الأمم المتحدة ولا كثير من الدول حقيقة رأت يعني تأسفت بهذا القرار بصورة مباشرة. المغرب طبعا لم يكن مسؤولا عن القرار، والمغرب ظل إلى حدود الساعة رغم صدور القرار ظل المغرب ينادي بالتواصل، وظل المغرب طبعا هادئا بالصورة التي تبرز على أنه حقيقة تعامل مع الأمر منذ البداية. يعني كانت هناك حقيقة مجموعة من المحطات المستفزة بما فيها بطبيعة الحال دعم الجزائر للبوليساريو على امتداد الأربعة عقود الماضية أو أكثر، ولكن كان المغرب دائما يستحضر الجوار وكان يرى في إمكانية تجاوز هذه الإشكالات. مع الأسف اليوم تبين على أن الطرف الجزائري مع الأسف يجازف بمستقبل المنطقة، لا أتحدث هنا فقط بالعلاقات بين البلدين أو المس بمصالح المغرب، بل المس بمصالح الجزائريين أنفسهم والمس كذلك بمصالح المنطقة المغاربية، ويرهنها أو يرهنها بكثير من الصراعات في المستقبل بكل تأكيد ستكون لها تبعات خطيرة في المستقبل، وخصوصا وأن المنطقة وما تعيشه من تحديات تقتضي نوعا من اليقظة والتروي والانكباب على حل المشاكل بصورة يعني ودية. أكثر من ذلك جلالة الملك في خطابه الأخير دعا إلى استخدام العقل ودعا إلى التروي ودعا كذلك إلى استحضار مصالح المصالح البلدين ومصالح المنطقة، وهذا يبرز كما قلت بأننا أمام مقاربتين حقيقتين. وأختم، المقاربة الأولى هي صدامية، مقاربة تقوم على الأزمات وعلى الصراعات وعلى التدبير اليومي أو التدبير اليومي على حساب المستقبل، ومقاربة أخرى مقاربة هادئة، مقاربة طيب. تستحضر البعد وتستحضر مصالح الشعوب المغاربية وتستحضر أيضا مصالح البلدين على المستوى الاستراتيجي، لأن الوضع الحالي هو ليس في صالح أي طرف مع كل أسف. شكرا جزيلا لك أستاذ دريس الجريني. أستاذ أحمد نور الدين، منذ البداية ومن خلال الإخراج والشكل كانت هناك محاولة لنقول تسويق الأزمة على مستوى دولي، لكن الكل أخذ حجمه الطبيعي من خلال ردود الأفعال الدولية وأيضا بروز هذا التفوق الأخلاقي للموقف المغربي الذي عبر عنه العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليد الممدودة، الدعوة للحوار، لنقول عرض المساعدة في وقت الشدة. كل هذا إلى أي مدى يكشف نهاية صلاحية سردية قديمة قائمة على الصدام مع المغرب؟
وهذا معروف في الأزمات على أنه أفضل رد على الطرف الذي يريد إشعال الحرائق هو تجاهله، لأنه يعني في المنحة، إذا صورنا هذه الأزمة كمنحة في على الورق، المنحة التصاعدي يحتاج إلى ردود فعل، وبالتالي الجزائر استعملت هذه الضغوط. يعني ابتداء إذا شئنا أن نعود على الأقل فترة رئيس تبون هذا، يعني منذ خطاب تنصيبه في ديسمبر 2019، يعني على عكس كل الأعراف التي جرت عليها خطابات التنصيب في العالم التي تخصص للسياسة الداخلية وللخطوط العريضة للبرنامج الرئاسي وللمصالحة ولتوحيد الناخبين الذين انقسموا، هو وجه مدفعيته في خطاب التنصيب تجاه المغرب وحتى في حملته الانتخابية، ثم منذ ذلك الحين وهو في طور التصعيد، بالإضافة إلى تصريحات وزراء آخرين، تصريحات قادة الجيش إلى آخرها. ولكن المغرب أفسد عليهم الحفلة، لأن الخصم بحاجة إلى تصعيد من الطرف الآخر حتى يصل إلى غايته، ولكن هم في كل المحاولات التي حاولوا فيها استفزاز المغرب من خلال يعني العمليات التصعيدية، وهنا استحضر أيضا يعني المناورات العسكرية في الفترة الأخيرة، في خلال 3 أو 4 سنوات الأخيرة حوالي 7 مناورات عسكرية ضخمة وأجريت على الحدود مع المغرب على التماس، يعني حوالي 5 كيلومترات، 10 كيلومترات إلى 20 كيلومتر، المناورات التي جرت في تندوف، المناورات التي جرت في ضواحي بشار، المناورات التي جرت في الساعدية، المناورات البحرية، وبأسماء استفزازية، الطوفان، الإشجياع وغيرها، واستعملت فيها الذخائر الحية باتجاه المغرب، ليس في حقول رماية بعيدة وإنما باتجاه المغرب، بالإضافة طبعا إلى هذه التصريحات العدوانية التي تتهم، ووصلوا حتى إلى التهكم على رموز الوطن في مقاطع تلفزيونية إلى غيرها من الأزمات التي افتعلوها. ولكن المغرب طبعا، المغرب دولة لديها استراتيجيها، لديها من يخطط، لديها سياسة في هذا التوجه، أفسدت عليهم كل هذه الخطط من خلال أن الأجوبة التي تلقوها من المغرب كانت مثل ما يقال بالدارجة دوش بارد على 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 هذا النظام، أي في كل محاولة للتأزيم المغرب يطرح محاولة للحلحلة ومحاولة للانفراج. شكرا. طبعا أنا متأكد على أن المغرب ليس بنيته فقط إفساد هذه المخططات، وإنما لأن المغرب مؤمن فعلا على أنه سيكون من الخسارة للبلدين ومن الضياع للاقتصادات، وأنه ستعود الحرب بنا إلى ما قبل ربما العصور الكهرباء والماء، وبالتالي المغرب هو في طور بناء خطط استراتيجية للتنمية، ونستشفها مباشرة وبكل صراحة من الخطابات الملكية منذ اعتلائه العرش على أنه يطمح في إقلاع المغرب ولحاقه بالدول المتقدمة، وبالتالي في أمام هذه الخطوات التي بدأت تعطي ثمارها الكبيرة بعد 20 سنة من العمل المتواصل والدؤوب من البنيات التحتية الثقيلة ومن الاستثمارات الثقيلة، المغرب لن يسمح لأي جهة من أن تأتي وتفسد كل ذلك بحرب عشوائية تتأتي على الأخضر واليابس. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد نور الدين. دكتور عبد الرحيم منار السليمي، ما ذكره الأستاذ أحمد نور الدين من نهج التصعيد يراه كثيرون بأنه تصعيد ممتد في الزمن، ومحاولة جر الطرف الآخر أيضا إلى هذا النهج، نهج التصعيد، هذا التصعيد الذي يمتد إلى ما قبل أزمة القرقرات واستمر حتى قطع العلاقات الدبلوماسية. كثيرون يتساءلون هل هي نقطة نهاية نهج أم أنه أيضا استعراض أيضا لإخفاق هذا النهج؟ ما هي مآلات الوضع؟ أولا دعني هنا أوضح تساؤلات يطرحها الجزائريون اليوم، يقولون بأن قياداتهم هي اتهمت المغرب ويطرحون الأسئلة، هل المغرب مسؤول عن الأزمات المتتالية على الأقل في السنوات الأخيرة أو على الأقل في السنتين الأخيرتين، أزمة الحليب، الأكسجين، أزمة السميد، أزمة الماء، هل المغرب مسؤول عن كل هذا؟ هل المغرب مسؤول عن ضياع 1000 مليار دولار خلال 20 سنة
الأخيرة، هل المسؤول، هل المغرب مسؤول عن بنية غير موجودة؟ أتحدث هنا عن بنية وآخرها هي مياه مسمومة. يطرحون هذه الأسئلة، بل أكثر من ذلك، هناك من طرح سؤال يقول مثلا، من يقول إذا كنتم تتهمون المغرب وقد قطع كل هذه المسافات وتقولون بأن هناك من أحرق هذه الغابات، ماذا تفعلون أنتم؟ أين هي الدولة؟ إذن يقولون بهذا الأسلوب اللي يتهكمون عليهم. هناك تصعيد كان واضحا منذ مرحلة، أعتقد بأنه منذ صعود تبون كما قال سي نور الدين، هناك خطاب واضح، خطاب تصعيدي، واقترن أيضا بشنقريحة، ولا أعتقد بأن هناك نظام عاقل استعمل كل تلك التهم وكل تلك، بمعنى كل تلك الألفاظ ضد دولة جارة. أنا لا أفهم، مثلا هناك مشكل نفسي سيكولوجي لدى هؤلاء الحاكمين في الجزائر. بين قوسين، هل يتعلق الأمر بنخبة أيضا لها ربما قطيعة مع النهج السابق؟ هناك نخبة عسكرية متطرفة، هناك نخبة عسكرية متطرفة يتحدث عنها الجزائريون، هي وصلت إلى السلطة تستعمل هذا الخطاب بهذه الطريقة. لهذا أقول بأن المسألة هي يجب أن ننتبه إليها. لماذا؟ لأنهم بدأوا في الهجوم على الثوابت والرموز الدستورية المغربية، ثم هناك من ينبه بما فيهم تقارير غربية تقول انتبهوا، هؤلاء مجموعة من الحمقى بهذه العبارة، هذه عبارة استعملت، قد يجرون شمال إفريقيا نحو مغامرة خطيرة جدا. لهذا يطالبون بإنقاذ الجزائريين. هنا نميز بين الشعب وبين الحاكمين. تابعنا مثلا تصريحات، أعطي مثال فقط، تصريحات شنقريحة في روسيا ومناورته العسكرية قريبة من الحدود المغربية، ماذا نسمي هذا؟ هذا يعتبر عدوان، بمعنى أن كل تصريحاتهم تعتبر عدوان بلغة القانون الدولي. بل أكثر من هذا، نعود إلى وكالة الأنباء الجزائرية ونحلل نحلل ما تستعمله من مصطلحات موجهة وتوصيفات نحو المغرب. إذن هناك عدوان مستمر. طيب. ثم يأتون في نهاية المطاف وتعود بهم الذاكرة وكأنهم كانوا نواب إلى سنة 1963، 58 سنة، بمعنى الجزائري الذي ولد في 63 يسمع خطاب العمامرة وهو عنده 58 سنة ويتساءل ما هذا؟ وكأن كل الفشل، كل فشل هذه الدولة العسكرية يرمى نحو طيب. المغرب. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحيم منار السليمي. دكتور دريس الجريني، هل هناك أيضا حضور لعنصر آخر؟ نجاح النموذج التنموي في المغرب بقيادة الملك محمد السادس على امتداد هذه السنوات كلها، المكتسبات التنموية، البنيات التحتية، التموقع أيضا الاستراتيجي للمملكة في عمق إفريقيا وأيضا في الفضاء الأطلسي، هل يحضر هذا أيضا؟ بكل تأكيد، يعني المبررات الحقيقية متعددة. فحقيقة إلى جانب الأزمات الداخلية التي ما فتئت تعيش على إيقاعها الجارة الشرقية في السنوات الأخيرة، والتي طبعا برزت فيها هذه الآلية فيما يتعلق بتصريف الأزمات أو الاشتغال بمنطق المؤامرة، كذلك هناك الانزعاج مما، لأنه في حقيقة أن هناك تساؤلات كثيرة جدا أو تساؤلات عديدة من لدن مجموعة من القوى الجزائرية، والتي طبعا ترجمها الحراك الذي دام لعدة أشهر في يعني مؤخرا، وحد من تمدده، طبعا أو حدت من تمدده جائحة كورونا كما تابعنا ذلك. كان هناك هذه النقاشات والمرتبطة ب الثروة، وكذلك الإشكالات التنموية، وكذلك الإشكالات الاجتماعية المطروحة والفساد. هل يشكل توفق هذا النموذج المغربي في التنمية عبئا نفسيا على صانع القرار الجزائري؟ طبعا، لأنه حقيقة أنه ما استغربه يعني له حقيقة، هو أن الكثير من الإخوة الجزائريين والذين طبعا نلتقي بهم في كثير من اللقاءات وكثير من المناسبات عندما يزورون المغرب، طبعا يجدون أنفسهم أمام مفارقة ما بين ما يتم تصريفه من خلال وسائل الإعلام من صورة
يعني مع الأسف مغلوطة وصورة قاتمة، في حين أن الواقع هو واقع آخر. وأعتقد بأنه كانت هناك تجارب يعني عديدة في هذا الصدد، لاحظناها في أوروبا الشرقية كيف ظلت الكثير من الدول تغطي على إخفاقاتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية من خلال الترويج لمجموعة من الشعارات، في حين أن الواقع أو المحيط كان يتغير بسرعة، وهذا ما أدى في آخر المطاف إلى انهيار الاتحاد السوفيتي ومجموعة من الدول التي كانت تسبح بفلكه بصورة قياسية وغير منتظرة حقيقة في أواخر التسعينيات، أو عفوا في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات. وأعتقد بأنه اليوم ما زالت مع الأسف هذه الصورة التي تروج داخل من خلال وسائل الإعلام الجزائرية مع الأسف، وكثير من هذه الوسائل، والتي لا يراد حقيقة أن يروج لمغرب حقيقي مرتبط بوجود مشاريع تنموية كبرى، بوجود كذلك يعني إصلاحات كبيرة مست مختلف القطاعات. وأعتقد بأن الحراك كما قلت الذي برز في السنوات الأخيرة في الجزائر كان ينبه إلى هذه الأمور. كانت هناك إشارات إلى ما يجري في الجوار، وكانت هناك بل في إحدى المناسبات أتذكر على أن وزير الخارجية الحالي، ما كان وزير خارجية سابقا أيضا، عندما طرح عليه سؤال حول الموضوع يعني عوض أن وطبعا في ارتباطه بتدبير قضايا داخلية اقتصادية واستراتيجية في العمق الإفريقي، وعوض أن يجيب الصحفي عن الإشكالات التي تعيق تحقيق هذه يعني الفرص وهذه الإمكانيات، بدأ طيب. يعني يشير أو طرح مجموعة من الانتقادات بالنسبة للمغرب، ووجه مجموعة من التهام طيب. التي مع الأسف تبرز على أن صانع القرار الجزائري لا يريد أن يسمع مروجة لبعض الحقائق التي أصبحت تؤكد نفسها في الجوار. شكرا جزيلا لك أستاذ دريس الجريني. أستاذ أحمد نور الدين، هناك تقابل واضح بين مسارين، الاستثمار في الانفصالية على امتداد 3 أو 4 عقود، والاستثمار في بناء الذات وفي الوحدة، والتي ينتج عنها بطبعة الحال هذا التموقع الذي أصبحت فيه إفريقيا منطقة امتياز دبلوماسي كل إفريقيا، ويا للمفارقة ويا لنقول الفرق بين سنوات الثمانينات والآن، منطقة إفريقيا القارة الإفريقية منطقة امتياز دبلوماسي شبه كامل للمملكة المغربية، وأيضا الفضاء الأطلسي برمته بريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية إلى غير ذلك. ما هي لنقل نتائج الاستثمار في الانفصالية والاستثمار في الوحدة وبناء الذات؟ هذا السؤال يلخص الحقيقة مسارين، المسار المغربي والمسار الجزائري، وكما يقال من حصد وجد، هذه الحكمة تعلمناها في المدارس الابتدائية، يعني الذي يزرع العواصف الريح يحصد العواصف، والذي يزرع التنمية سيحصد تقدما اقتصاديا صناعيا إلى آخره. المغرب يعني كان صادقا اليوم، لماذا أقول صادقا؟ بكل موضوعية، لأننا نستقرئ الآن سياسات المغرب خلال 50 سنة الماضية أو 60 سنة منذ استقلال الجزائر. المغرب كان في كل المحطات يمكن أن نقول تعامل بحسن نية إلى درجة السذاجة مع النظام الجزائري، ويمكننا أن نرجع حتى إلى ما كان مستشار الملك الحسن الثاني مثلا يحذرونه من الألاعيب التي ربما يعني كانت الجزائر تخطط لها. فالحسن الثاني كان دائما رحمه الله يقول على أنه يفضل أن يثق في رجل الدولة الذي يقابله، سواء رئيس الجزائري سواء إبان بن بلة الذي خانه وخدعه في حرب 63 وهاجموا المغرب، أو في بومدين الذي وثق فيه في اتفاقية إفران 1969 واتفاقية الرباط 1972، والتي وقعها معه بكل حسن نية، بينما كان الطرف الجزائري يعد العدة مثلا سنة 1972، بينما كان يوقع بومدين بيمينه في يونيو جوان 1972 اتفاق الرباط
لحسن الجوار والمصالحة والشراكة والاستغلال المشترك لمناجم الحديد في بشار في غارة جبيلات إلى آخره، كان بومدين يعني يوقعها بنية الغدر، لأنه في ثكنات جزائرية آنذاك في نفس الفترة كان هناك تيار الفقيه البصري يتدربون على الأسلحة بتأطير من العسكريين الجزائريين وتمويل وتسليح لقلب النظام بعد 6 أشهر في مارس. كان الانقلاب وحدد له موعد 3 مارس يعني في عيد عرش الملك الحسن الثاني رحمه الله 73. طيب. وقس على ذلك جميع المحطات، وبالتالي المغرب تعامل بحسن نية وكان يبني ويركز على بناء الذات وعدم الاستجابة لجره من طرف النظام الجزائري إلى الحروب. والنتيجة اليوم وخاصة في فترة العهد الجديد منذ 1999 إلى الآن، يعني استثمر المغرب طاقات جبارة في التنمية، أصبحت اليوم أحد المسببات التي ربما يمكن أن نقول أضافت زيتا على النار الجزائرية. لأنهم لماذا ينظرون إلى هذه ما حققه المغرب خلال 20 سنة؟ أصبح من ناحية يعني يحفر الفجوة الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية بين المغرب والجزائر، ولا أدل على ذلك ما وقع في كوفيد-19 وتدبير المغرب لهذه الجائحة والقفز المغرب إلى خطوة مقبلة يعني بعد 2 شهر في نوفمبر في إنتاج اللقاحات، بالإضافة طبعاً إلى التقدم المغرب في جميع المؤشرات، إنتاج صناعات، أصبح المغرب رقم 1 صناعة السيارات على مستوى الإفريقي، صناعة الطائرات إلى غيرها من مما حققه المغرب، بالإضافة إلى البنية التحتية، أصبح المغرب مصنفاً على المستوى العالمي أحياناً في الرتبة 30 بالنسبة للموانئ مثلاً أو الرتبة 50 بالنسبة لبعض التجهيزات إلى آخرها. بينما الجزائر حينما يعني كانت مركزة كل جهدها على الانفصال وعلى هدم وحدة المغرب، أنفقت كل ثرواتها ما بين 10 إلى 13 مليار دولار كمعدل سنوي للإنفاق العسكري. ومثل ما تفضل ربما الأستاذ الجريني أظن أو الأستاذ سليمي أظن الأستاذ الجريني حينما تحدث عن الاتحاد السوفيتي، نفس التجربة تكررها الجزائر، لم تتعظ من تجربة الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي حين انهار سنة 89 كان يملك أو 91 عفوا 89 كان جدار برلين، حين انهار الاتحاد السوفيتي سنة 91 كان يملك ترسانة عسكرية من نووية بإمكانها أن تدمر الكرة الأرضية 20 أو 30 مرة، ولكنها لم تنفعه لأن الاقتصاد كان منهارا. واضح، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد نور الدين. على السلاح الجزائر نفس الشيء اليوم. طيب. أنهكت اقتصادها بالنفقات العسكرية التي تستوعب ما بين ثلث إلى الربع، ما بين الربع إلى ثلث من الميزانية، فأصبح الانهيار الداخلي اقتصادي وإن كان هناك تضخم في الأسلحة. لذلك هم إذا استمروا، لذلك يحاولون عرقلة مسيرة المغرب. واضح. إذا استمرين على النهجين بقي القليل جدا من الوقت على الأكثر سيكون لدينا انهيار كامل في الجزائر. طيب. سيكون المغرب قد يعني خط طريقه للالتحاق بالدول الصاعدة عبر العالم. شكرا لك دكتور أحمد نور الدين. ختاما دكتور عبد الرحيم منار السليمي، إلى أي مدى المجتمع الدولي يمتلك صورة واضحة ويميز بين الذرائع الواهية وبين الأسباب الحقيقية والخلفيات وأيضا النيات ومقاصد هذا التصعيد؟ المجتمع الدولي بات مقتنعا وهو يسمع بيان العمامرة أن الفرق بين المغرب والجزائر عمره 58 سنة، بمعنى أن الدولة العسكرية لا زالت تعيش بذاكرتها في سنوات الستينيات، مرحلة الحرب الباردة، المرحلة التي كانت فيها دول صغيرة تتشكل حول الاتحاد السوفيتي. هذا ما فهم المجتمع الدولي، بمعنى أنهم يعيشون بهذه الذاكرة، واليوم أمامهم المغرب كنموذج كتجربة لن يستطيعوا مسايرته. وأعتقد بأن لما كنا نتحدث عن التقرير الألماني وغيره هذا واضح، إذن لجأوا إلى هذا الأسلوب. ولكن أقول هنا بأنهم لجأوا إلى أسلوب يمكن أن نقول يجب أن ننتبه إليه، لأنهم بدأوا في الهجوم على الثوابت والمؤسسات والرموز الدستورية المغربية، فشلوا في بناء دولة فبدأوا يهاجمون الدولة الأمة
المغربية. شكرا جزيلا لك. عليهم الذي يفهم المجتمع الدولي. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الرحيم منار السليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني. أشكر أيضا الدكتور إدريس الجريني مدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات بجامعة القاضي عياد بمراكش. وأشكر الدكتور أحمد نور الدين الباحث في القضايا الدولية المتخصص في شؤون شمال إفريقيا. شكرا لكم ضيوفنا الكرام. بإمكان مشاهدينا الكرام متابعة هذه الحلقة على موقعنا الإلكتروني mediaintv.com وأيضا المزيد من الأخبار على الموقع وصفحاتنا الاجتماعية الأخرى. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.